احد الاخوه جاءنا المطبوع في اكثر من 7 ورقات وتكلموا فيه بحث مثير امام رجال الدين والعلم فيه نهايه العالم ستقع بعد 298 سنه. هذا ما تقول فواتح السور، وجاء ببعض ادله من القران على ان العالم سينتهي بعد 298 سنه. ما ندري اي يعني بنى رايه عليه شيء، والكتاب كله مع سماحتك. هذا قرانا وسمعنا عنه. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الكلام سمعنا عنه منذ ايام، وهذا الذي قاله هذا القائل خرافه من الخرافات. أيوة. وجهل من الجهل لا ينبغي ان يلتفت اليه ولا يعول عليه. أيوة. بل ذلك ضلال مبين. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم في آيات أن الساعة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن لا يعلم متى تجي إلا هو جل وعلا، وهي لا تأتي إلا بغتة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. الله جل وعلا قال إن الله عنده علم الساعة، ذكر بقية الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فات غير خمسة منها علم الساعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ونص القرآن يسألك عن الساعة أيان مرساها، وإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله، فهو سبحانه وتعالى عالم بها. وهذا أمر مقطوع به عند جميع أهل العلم، ليس فيه نزاع بحمد الله، فجميع العلماء أجمعوا على أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. لا يدرى ماذا بقي من العالم، هل بقي من العالم 2000 أو 3000 سنة أو أكثر أو أقل، لا يدري أحد عن هذا، بل ذلك إليه سبحانه وتعالى بإذن أهل العلم. ودلت الآيات الكريمات من القرآن على ذلك، ودلت الأحاديث الصحيحة عن الرسول على ذلك، وأجمع العلماء على ذلك. وكل استنباط يخالف ما جاءت به السنة والكتاب هو استنباط باطل، بل خرافة، بل قول على الله بغير علم، بل هذا القائل استتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا. من قال إن الساعة توجد في يوم كذا أو بعد يوم كذا أو في ساعة كذا أو في سنة كذا، هذا جهل وضلال وكفر يستتاب صاحبه، فإن تاب وجب أن يغيله وجب أن يقتل مرتدا، لأنه كذب لله ورسوله. الله يقول لا يعلمها إلا الله، يقول أنا أعلمها، تأتي في وقت كذا بعد كذا، هذا لا يقولهم إلا مصاب في عقله ودينه.